في حبي يأذي هدي يخنق كل مدى وساعات كتير الأسوأ أسباب للسعادة والأغرب أما بندي كتير من غير حساب بيضيع الإحساس بالحاجة لما تكون بزيادة في حبي هدي يخنق كل مدى وساعات كتير الأسوأ أسباب للسعادة والأغرب أما بندي كتير من غير حساب بيضيع الإحساس بالحاجة لما تكون بزيادة محسومة دي عيون ناس بتودع بعض دي قلوب ناس مهزومة بندور على ايه وحكايتنا تقريبا محسومة دي عيون ناس بتودع بعض دي قلوب ناس مهزومة زينا في الدنيا كتير والنهايات متعادة النهاية وبنغلط والخوف يملكنا ويتحول وسواس وما فيش حضن يسعنا يعوض حضن أقرب ناس وبنغلط والخوف يملكنا ويتحول وسواس وما فيش حضن يسعنا يعوض حضن أقرب ناس صفحة قديمة خلاص وهدت نسي كالعادة اشتغل يا دي انت هو ابا ابا ده المهم ادور فيكوا الضرب ما تفكك بقى يا عم هتقعد عامل لنا وشك طول اليوم كده مالك يا عم في ايه ايه اللي سوحك سوحني عيب عليك يا غرا انت سوح ولا عاش ولا كان اللي سوح من شيء يا عمان بس ساكت ولا عارف تعمل اي حاجه بقول لك ايه ودي له فرصه ثانيه فرصه اه ده على السلوه متقدم في عرب وتالنت ولا ايه بصراحه بقى اخويا اللي انا شايفه ان هو متقدم في عرب تعالى كل يوم عارفها لا عندي عشاق لي اللي ما بشوفهاش طيب بص يابا عليا الحرام الراجل ده ملوش عندي غير النهارده بعد كده في وش زفر الاولى ولا شايف منك حاجه ما تجعلصهاش بس انت بحق نفسك كده واهدى خلي بالك انت بتغلط كتير وانت مش عارفنا يا عماد خلي بالك انت بتكلم منشيه فوق بقى انت هترش لي ايه الجرب ده يا عم لا مش جرب ده باتريل ممكن اطلعه عليك عشان تبقى فاهم باتريل طلع 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 اللي جواك يا عماد ماشي منك الا اللغه دي كل يوم شغال تهري وتهري ولا ليها عازه سلامات وثلاث حتت على حماده باشا امال انا شفاف ولا ايه صباح الفل يا عماد باشا يلا 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 خش خد حاجتك مش شرباك دلوقتي شايل عليا انت شفاف انت ما تبقاش زي الرجاله البلاستيك
عشان عودك ينشف كل ما يشيل اكتر يتهن الرجاله البلاستيك. يا ما حبيبي ولا توديه وتيجي بسرعه ما تتاخرش. اديك وحش زي ابوك الاهبل ده. يلا يلا اخوي تخلص يا عم ابراهيم. ايه التناكه دي؟ ذكرت شحن استاذه مشيره. حضرتك بتدور على حاجه؟ كنت بدور على تاكسي. تاكسي ايه؟ طب ما التاكسي اهو موجود. مش عايزه اتابعك معايا. لا مفيش اي تعب ولا اي حاجه، بعدين ده شغل ورزق يا تامه كمان. اتفضلي حضرتك. اتفضلي. على فين ان شاء الله؟ الزمالك. الفكره دي فكره مين؟ انا فكرتي الدبدوب بس والله، لكن المقالب اختصاص الاستاذ. طب المقالب وعارفه ابني وحركاته، الدبدوب ده بمناسبه ايه؟ هو هيكون عيد الام وناوي تديني هديه ديت؟ لا يا طنط، ده الفالنتاينز. ليه يا اختي؟ الفالنتاينز يا ماما عيد الحب. عارفه يا ولا، انت فاكر امك جهله ولا ايه؟ والبتاع ده مش جه اول السنه في الدراسه؟ لا ده كان المصري يعني بينا وبين بعض كده، انما النهارده العالمي. ايه العالمي؟ ايوه يعني اتنين في السنه. ايوه والاتنين بقى فيهم دباديب حمراء وقلوب حمراء ورده احمر. ايوه كله حمراء. طيب نفسك يا وادي للادب. والله انت واد صايع، بتعمل كل ده عشان تلف في الشوارع وتسيب مذاكرتك. على ذكر المذاكره بس انا لازم اتشكل الميل بتاعي بسرعه وجاي. اوكي اوكي قول لوفاء تحط لنا العشاء. ماشي وفاء. كويس انه مشي، انا واقف مشكله عويصه ومفيش غير حضرتك اللي هتحليها لي. مشكلتي حصل حاجه؟ مش عارفه اجيب ايه الفارس يا طنط، بقالي سنتين معاه، جبت له محافظ وميداليات وبرفيومز ودباديب واحزمه، جبت له كل حاجه، مش عارفه اجيب ايه تاني. مفيش غيرك بقى اللي هتحلي لي الحوار ده. طبعا يا حبيبتي انا هفكر واقول لك تجيبي له ايه. هي دي العماره حضرتك؟ هي دي العماره؟ هي. معلش يا عبد الله انا اسفه، ممكن تستناني؟ انا مش هتاخر. لا براحتك حضرتك ولا يهمك. كتر خيرك. مشيرة يا حبيبتي كنت فين؟ دي زيزي قلب عليك الدنيا. هو أمجد فين يا رؤية؟ طب بس ادخلي الأول. لا معلش خليها مرة تانية. لا ده انت جيتي في وقتك، هتتعشي بقى معانا النهاردة. أنا أصلي متعودة أكلم أمجد أشوفه هيخرج إمتى من المصنع وأسخن الأكل. هو هيتأخر؟ هو في إيه؟ أنت عايزاه في إيه يا مشيرة؟ لا كنت عايزاه في موضوع بس. أهو أمجد جه أهو، تعالي يا أمجد. مساء الخير. مساء النور يا حبيبي. تعالى عشان عايزاك في موضوع. طب اتفضلي. طيب ما ينفعش يعني لازم تشربي حاجه. معلش المره الجايه. تعالى يا امجد عايزه نتكلم لوحدينا شويه. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. تعالى يا امجد. اركب. حاضر. هو احنا رايحين على فين؟ اركب. كلمة ورد غطاها. أنا كنت فاكر إن حضرتك مش عايزة حد يسمعنا يعني. أنا استأذنكم اتكلموا براحتكم يعني. اللي اسمها دينا. عنوانها فين؟ دينا مين دي؟ أمجد مش عايزة استهبال. البت اللي جت يوم العزاء وأنت وزعتها من بره بره. دي بنت كده من اللي كانوا بيجروا ورا فارس وجات العزاء، فأنا كنت مضطر أوزعها طبعًا عشان ما تعملناش فضايح في العزاء. كتر خيرك والله. إديني عنوانها بقى.
لا انا هعرف عنوانها منين؟ بقول لحضرتك كانت بتجري ورا فارس، ده فارس نفسه اكيد ما يعرفش عنوانها حضرتك. امجد والله حضرتك انا حتى لو اعرف ممكن الاقيها فين هقول لحضرتك، بس والله العظيم انا ما اعرف حاجه. هو حضرتك عايزاها ليه؟ اطلع عشان انت اتاخرت على امك زمان، حاطه لك العشاء. طب حضرتك مش هتقولي لنا انت قاعده فين؟ لان زيدي قلقانه وقلبها على حضرتك الدنيا. انت مالك انت قاعده فين؟ ولا ولا حتى بجاز انت مش خلاص اللي عندك؟ اتفضل. في حاجه مدام مشيره فيها قلق ولا لبش يعني ولا حاجه؟ خليك في حالك يا اسطى انت. شكرا معلش بعد اذنك يا اسطى. معلش يا عبد الله انا اسفه. هو خلص اللي عنده، اتفضل. ما تنساش تقول لي زيزي ما تبقاش تدور عليا. يلا اطلع يا عبد الله. الو اي ام ايه؟ ماما عندك؟ طب هي كويسه؟ طب بليز اديها لي كلمها. لا هي لسه هيباني حالا، بس طمني هي كويسه. طب معرفتش منها هي قاعده فين؟ لا ما قالتليش اي حاجه، بس هي كان معاها واد غريب كده بتقول له عبد الله. عبد الله؟ عبد الله مين؟ عمري ما شفته. طب كنت عايزه منك ايه؟ ما انت عارفه يا زيزي مامتك اليومين دول كل ما تشوف خلقتي تقعد تسالني لو عارف حاجه. ليه يا عم؟ ليه انت بالذات لما ماما تروح له رغم انها مش عايزه تعرف اي حد تاني مكانها؟ ماما كانت عايزه منك ايه بالظبط؟ تمام ماشي يا عم، هعمل نفسي مصدقك. باي باي. مسيل هعرف علاقتك بموت فارس. الو الله حماده، محدش قال ان حماده هنا ولا حدش قال لك ان انا دافع ثمن بضاعه ما خدتهاش. بالراحه علينا يا عم حماده. الله صاحب بتوع البوفيه مشيوا بس انا فاهم في الواجب. ها تشرب ايه؟ شربت منك تسجيد يا ما وخله. بقول لك ايه، يا الخرز يا الفلوس يا خله، كلام تالت ما عنديش. اللي ما يشوفش من الغربان يبقى له مؤجر يلزم له نظاره وكله بالاصول. ولا فيش حد يفهم في الاصول دي قد حماده منشيه، وكل الخلق اللي انت بتتعامل معاهم شاهدين على كده وانت اولهم. واقف الحال ده ما يرضيش ربنا. انت عايز تفهمني ان حالك واقف بسبب الخرز بتاعنا؟ ما يخصكش يا عم انت، ده واخد شغل دي بتاعتي مش بتاعتك انت، بره عنك. اللي كان ليك فلوس واخدتها، وليا بضاعه وهاخدها. يا عم يا مدير هنعمل ايه؟ هتتحل النهارده بكره هتتحل. حضرتك خد الحمص ده بقى عشان هو اللي بيحلها. كل ما الدنيا تقفل في وشي اجي اضرب شوط بحمص من هنا الدنيا كلها والمشاكل كلها تتحل من الناحيه الثانيه على طول. جربي حضرتك والله، جربي اسمعي كلام. يا ريت الدنيا تبقى سهله قوي زي ما انت شايفها كده يا عبد الله. سهله ايه يا مدام مشيره؟ حضرتك انا متهيألي الدنيا لو سهله مع كل الناس بتيجي عندي انا بالذات وبتهبدني الصعب كله. وبتعمل ايه؟ بجشب حمص برضه. بسم الله ما شاء الله عليك. شاب في سنك شايل نفسه وبيصرف على امه واخواته. لا حضرتك الموضوع مش للدرجه دي، يعني انا ولاد اختي الكبيره اكبر مني اساسا. امال مين اليتامى اللي انت بتصرف عليهم؟ لا يتامى تقيل، اليتامى دول بتوع التاكسي. التاكسي ده مش بتاعك؟ يا ريت. حضرتك انا ابويا موظف صغير على المعاش في الزقازيق، وعندي 7 اخوات كلهم متجوزين، وزي ما تقولي حضرتك كده انا جيت في الوقت الضايع. بس بعد كده بقى لقيت التاكسي ده بتاع جارتنا يعني ساكنه جنبنا، كانت بتشغل عليه ناس بيسرقوها عيني عينك، فعرضت عليها اشتغل عليه كل ما ابقى فاضي يعني. هو اللي بيطلع منه اكيد احسن من اللي كان بيتسرق قبل كده.
اكيد مامتك فخوره بيك. ربنا يخليك ليها. ربنا يخليك. طب حضرتك ما بلغتيش عن دينا دي؟ انت قريت الرساله؟ لا حضرتك صوتك كان عالي وحضرتك بتتكلمي مع الراجل على دينا وكده. انا بقول لو كده حضرتك بلغي البوليس يعني هما يجيبوها. مش هينفع. هضطر بقى اوريهم الرساله. انا لازم اوصل لها الاول. طب يعني هي دينا هي اللي بعتها الرسائل؟ طب حضرتك ممكن تديني اللابتوب وانا احاول اجيب لك عنوانها؟ لا 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 انا امبارح فتحته وما لقيتش حاجه. معلش خليني اجرب بس. حضرتك لو مش عايزاني اشوف رسائل ولا حاجه ممكن تطلعي بالسهم فوق عادي يعني وانا اوصل بس النت الاول. حضرتك ممكن تمسحي الرسائل خالص، تدوسي على اكس تمسحي الرسائل كلها عادي والله مفيش حاجه. لقيته؟ ما دموش لحضرتك بنت حلال والله. ايه؟ والله العظيم بنت حلال. انا لقيت العنوان بالتفصيل. طب يلا بينا. يلا بينا على فين؟ على دينا. طب حضرتك يعني بلغي عنها عادي معاك عنوانها مش مضطرين يعني نوري اي حد رسائل هم يجيبوها وخلاص. طب ممكن تمسح لي الرسائل دي الاول عشان ابقى انا مطمنه؟ لا حضرتك انا ممكن امسح لك الاكونت كله يعني لو حضرتك حابه. فعلا؟ طبعا. طب انا مش هكلم الظابط غير لما اتاكد ان انت مسحته خالص. حالا. كتر خيرك يا ابني. مشينا بس. لا يا رب. اخيرا سجل المكالمات؟ مكالمات الوردة والصدرة كلها من ارقام نعرف صحابها. ما عدا الرقم اللي هتلاقيه على الشمال عندك ده. ده؟ ايوه هو ده. ماله بقى؟ عرفت ان اسمها دينا وعنوانها على كرداس. الله دي ابتدت تندع نسوان كمان. مش بس كده يا باشا، اخر يوم مكلماه حوالي 30 مره وما ردش. واضح ان القفش بينهم كانت كبيره. واضح كمان انها كانت عايزه توصله باي طريقه، يعني مثلا ممكن تكون بعتت له مسج على واتساب على ميل على فيسبوك. واحنا طبعا ما عملناش لا لابتوب ولا موبايل. بصراحه يا باشا انا مش مصدق ان امه مش لاقي اللابتوب لحد دلوقتي. اتفضل يا سيدي اجيت على السيره. الو مشيرة هانم، ازاي حضرتك؟ لا والله كنت لسه هتصل بيكي. لا كنت عايز اسالك بس يعني هو مفيش اخبار عن اللابتوب؟ طيب ماشي يا فندم. طب معلش يعني حاولي تفتكري ممكن يكون سابه في حته شايله عند حد. نعم يا فندم؟ وصلت لمين؟ لا يا فندم بصي حضرتك احنا كل اللي احنا طالبينه منك انك تدعي له وتقري قران وتصلي يمكن ان شاء الله ربنا يتقبل منك دعائك. ماشي يا فندم. متشكر يا فندم، مع السلامة. مع السلامة. ناقصة بقى كمان مدام كورونا دي، كل يوم تطلع لنا بقاتل شكل. خبر مش كويس يا باشا. خير؟ الأكونت بتاع فارس. ما عرفوش يفتحوه ها؟ يا ريت. أمال إيه يا محمد اخلص؟ اتقفل. يعني إيه اتقفل يعني؟ دي أكتيفيتي يعني؟ اتقفل يا باشا، اتلغى، يعني ماليش وجود في الوجود. ملوش وجود في الوجود؟ أنت بتقلش يا محمد. ما بصراحة حاجة تجنن يا باشا. مين اللي ممكن فارس يكون إداله الباسورد بتاعه؟ ممكن يكون مفيش باسورد اصلا. ممكن يكون الشخص اللي معاه اللابتوب ده عمال فتح قفله زي سكينه الكهرباء. ماشي. باشا انت مش جاي معايا ولا ايه؟ لا يا باشا جاي طبعا. تركبي التاكسي حضرتك عشان نمشي شكلها كده هتمطر وكده. احنا يلا بينا فعلا. ايوه كده حلو قوي الواحد يروح ياكل لقمه وينام ويبقى عسل كده. احنا مش هنروح يا عبد الله. امال هنروح على فين؟ هنروح على دينا. صح كده، اتفضلي حضرتك.
معايا سار؟ الحقيقة يا طنط أنا وفارس تهنا من بعض وبكلمه كتير مش بيرد، مش عارفة أعمل إيه، أنا خايفة عليه أوي. اهدي اهدي يا حبيبتي ما تخافيش، هو أصله نسي الموبايل بتاعه هنا، أكيد هيرجع ياخده تاني. أمال أنا رديت عليك إزاي يا حبيبتي؟ طب بقولك إيه؟ تعالي احتفلي هنا معايا، أمر لله. أوكي يا طنط، أوكي، مع السلامة. ماشي يا حبيبتي، مع السلامة. هي دي العمارة؟ تقريبا، بس ثانية هنزل أتأكد حضرتك كويس. لا خليك أنت، أنا هتصرف. يا بنتي براحة شوية على مهلك. إيه تاني؟ معلش معلش معلش. أنت عارفة إن هما بيقولوا إن الحلاوة لما تسيح كده وتطرقع يبقى بيحبك. يا سلام. طب خلصي يا اختي، مش كفايه جايه متاخره؟ يلا بسرعه. بسرعه ولا بالراحه؟ قلتي ايه؟ قلت ان النهارده يوم ماشي بالمعكوس، حضرتك جايه متاخره وجاسم طيارته جايه بدري، والزفته اللي هتعمل شعري لسه ما جاتش. طب والله العظيم شعرك ما محتاج حاجه، وبعدين يعني جربي كده، الرجاله بيحبوا مره يشوفوك نظيفه مره معفنه، مش على طول بتلمعي يعني. اخلصي، انت بتقرطفي ملوخيه. بقول لك انا هروح اشوف مين بقى بيرن عشان بصراحه زهقتيني. هيكون مين يعني؟ تلاقي حسن الزفت. شوفي عايز ايه. اه يا حسن، في واحده عايزه تطلع لمدام دي. طب خليها تطلع يا حسن، شكلها البنت بتاعت الكوفي. يلا هاتيها هاتيها هنا بسرعه. طلعها بالحلاوه كده. معلش يا نوال، ممكن تسيبينا لوحدنا؟ انت بقى دينا؟ بقاء لله. انت تعرفيني؟ انا اعرف عن فارس ان مفيش حد في الدنيا يعرفه عني، مش هعرف برضه. تبقي عارفه مين اللي عمل فيه كده؟ يا ريتني اعرف. انت كذابه، الرساله اللي بعتها لي وما اتقتل بتقول غير كده. رساله ايه؟ مين اللي بيهددكم؟ مين اللي هيوصلكوا لحبل المشنقه لو ابني ما بقاش قد كلمته؟ مين الراجل ده؟ انت اتفقتي معاه صح؟ اتفقتي معاه على ابني صح؟ انا هتفق على فارس، انا هتفق على قتل الانسان الوحيد اللي حاسس بيها في الدنيا الزباله دي. نشيف روحك، انا هجيب لك جاكيت من عندي. ها فارس، صح؟ انا اسفه، انا غبيه بوظت اليوم. انت كويس؟ قلقتيني عليك يا حماره. ام سوري Happy Valentine's. Happy Valentine's. Is it? Oh. إيه رأيك؟ طف. بجد. Thank you. تعرف لسه ما نسيتكيش. عجبتك؟ تحفة فارس. Happy Valentine's. أنا هنتكلم بعدين، لازم تنزلي دلوقتي. احنا لسه ما خلصناش كلامنا. لو جه دلوقتي كنت هنا مش هنتكلم تاني ابدا. هو مين ده؟ كاسب جوزي. يا نهار ابوك الاسود، انت كمان متجوزه؟ لو باقيه بجد على صبعك فارس لازم تنزلي من هنا دلوقتي. انا حاسه انك تحت. مش هينفع. اقسم بالله لو ما نزلتي لي لا هكون طالعه وفضحك لقدام جوزك، انت فاهمه؟ حاضر حاضر، بس نزلي دلوقتي واول ما انام هنزل لك. يا
لا 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 يا عبد الله خليك، هي نازله لنا دلوقتي. مالك يا حبيبي؟ انت متخانق انت وساره؟ ماما. ايه يا ماما؟ انا عايز اتقدم لساره. نعم. ايه؟ كنت فاكرك هتفرحي. افرح لما تبقى مستعد للجواز يا فارس. انا مش صغير. انت لسه في تانية جامعة. راجل ولا مش راجل؟ هو ايه اللي جد في الموضوع؟ ابوها عايز يتجوزها ابن عمها. ابن عمها. طب اتصلي بيها. بجد؟ بجد يا ماما؟ هتقولي لها ايه؟ هتتصلي بيها ولا لا؟ لا خلاص خلاص. خفيتي يا بابا. يا سارة ماما عايزة تكلم. أي سارة إيه حكاية ابن عمك ده؟ بقولك يا سارة، أنا عارفة إن فارس ابني بيحبك، عارفة إن أنت كمان بتحبيه يا حبيبتي، بس مش معنى كده إن أنتوا الاتنين تضيعوا مستقبل بعض. يعني يا حبيبتي تتجوزوا إن شاء الله بعد ما تتخرجوا، تشيلوا مسؤولية بيت وعيال على سن الـ30. لا 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 لا، ولا حتى خطوبة يا حبيبتي. أنا اللي أعرفه لو بتحبيه تستنيه، ده آخر كلام عندي. مع السلامة. أمسك. ليه بتعملي كده ليه؟ عشان أنا أمك، أعرف مصلحتك. أنتِ يا أم، أنتِ في أم تعمل كده؟ أنا اللي هتلمس ست سارة. أنت بتبقى في عيلة؟ يا ماما بقول لك هتتجوز واحد تاني، هو ده كل اللي همك؟ حركات، والله حركات. طبعا لقيت واحد صغير وابن ناس ومعاه فلوس هينتشلها من الزباله اللي هي عايشه فيها. قالت لك الحق ابلفه بسرعه قبل ما يتخرج ويشوف زيه واحسن مني كمان. يعني انت طول الوقت عامله نفسك بتحبيها وبتكدبي وسايباني مصاحبها وانت اصلا مش موافقه عليها؟ عشان لقيتك مبسوط، قلت زي اي اتنين هيعرفوا بعض شويه وبعدين يسيبوا بعض، لكن توصل لجواز يا حبيبي لا. حبيبي انت لسه صغير وطيب، صدقني بكره تعرف ستات بعدد شعر راسك وتختار اللي انت عايزها على مزاجك. قصدك انت بقى اللي تنقي. انا اخترت وخلصنا. انت لسه صغير مش فاهم حاجه. طب ايه رايك بقى ان انا هتجوزها بيكي او من غيرك؟ هتجوزها. ابوها مش هيوافق، هي كمان مش هتوافق. عارف ليه؟ عشان هتروح من غيري، من غير الفلوس، وهي عايزاها. فهمت بقى؟ أنا عايز حقي في المصر. مالكش في ذمتي ولا مليم. حقي في ورث أبويا إيه؟ هتاكليه عليا؟ أبوك، أبوك يا أخويا سايب مقلب زبالة وكسرة بقت خردة. لو عاوزهم روح خدهم يا فارس. أنت عارفة أنا بحب سارة قد إيه؟ على قد ما بحبها على قد ما بكرهك. كنت عايزة مصلحتك يا ابني، والله العظيم كنت عايزة مصلحتك. في ناس مستنيين جوا. بيسألوا على مين؟ على عمتي وابنا. طب خش انت جوا. السلام عليكم. يا اهلا وسهلا. يا مرحبا. اهلا وسهلا. يا مرحبا. اهلا وسهلا. اهلا اهلا وسهلا. يا مرحبا يا بهوات. تشربوا ايه يا بهوات؟ متشكرين يا حاج، احنا مش جايين عشان الضيف. لا ده برضو ده كلام، لازم تشربوا حاجه. ماشي، كوبايتين شاي. اعمل الشاي يا اميره. اهلا وسهلا يا بهوات. خير؟ خير يا حاج. مقدم نادر التوني والرائد محمد غربال للمباحث الجنائيه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. هي هي لمؤاخذه دينا بنت اختي، يعني حصل منها حاجه؟ لا ما حصلش حاجه، بس يعني عملت حاجه، اتكلمت مع حد، حد حصل حاجه. اصبر بس يا حاج عشان نعرف نتكلم. تمام زي ما اتفضل. انا جاي عشان اسالك دينا هترجع امتى؟ ايه اللي يخليها ترجع الساعه دي؟ هو مش ده بيتها؟ بيت خالها يعني بيتها. تاجي وقت ما تاجي، بس هي من يوم ما اتجوزت الراجل العراقي ده وهي ما كانتش خالصين. اميره بنتي الكبيره في تانية كل التجاره. تعالي يا اميره اقعد. اقعد يا بابا. قولي لي يا اميره، بتشوفي دينا بنت عمتك؟ ساعات، يعني لما بتاخر في الكليه بروح ابات عندها. طب ممكن يا اميره تكتبي عنوانها هنا؟ طبعا.
قولي لي يا اميره، انت لما بتروحي عند دينا بقى بتشوفي مين؟ يعني مفيش غير نوال اللي بتشتغل معاها. يعني مفيش مره مثلا شفتي جوزها؟ لا لا، ده على طول مسافر، وانا يعني قبل ما بروح بعمل تليفون عشان لو هناك يعني ما اروحش عشان انا بتحرق. طيب سؤال اخير يا اميره، هي دينا لسه ليها علاقه باصحابها اللي ساكنين هنا؟ يا باشا ملهاش صحابات ولا حد يعرف عنها حاجه. دي كان ليها اصحاب كتير قوي، بس يعني من ساعه ما جوزها الاولاني اتقطعت اخباره وهو في ليبيا، هي ما بقتش بتحب تشوف حد ولا بتحب اي حاجه تفكرها بيه. اصلها كانت بتحبه قوي، وعنها سابت الكليه وسابت البلد كلها وهجت مع نوال صاحبتها على لبنان، وهناك بقى اتعرفت على جاسم ملياردير كبير قوي ورجل اعمال كمان. طيب ماشي، متشكرين جدا. يلا يا حاج. يا باشا بس لو تقول لي بس دينا عملت ايه بس. طمن يا حاج طمن. يعني لازما بلسانك الزالف دي تحكي لهم القديم والجديد. وانا يعني كنت فتحت بقي. استرها يا رب، استرها. بندور على ايه وحكايتنا تقريبا محسومه.